السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دوجا شانيل. كنتمنى تكونوا في أحسن حال إن شاء الله. الدرس ديالنا اليوم الجزء الثاني من خياطة جلابة مستوق بالطرسان. نشوفوا طريقة عمار الكمام بالطرسان والمفتل بلا افتاحي بطريقة اللي هي سهلة وبسيطة كذلك. كنتمنى نكون كنفيدكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة ودعموني بلايك باش يوصلكم كل جديد.